primary 4. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ Our lesson today is about the o'clock. How to read the o'clock. اول حاجة عايزين نعرف ان الشورت هاند بيقول لي ايه هي الاورز واللونج هاند بيقول لي المينتس. طيب الاور كلها فيها كم مينت؟ 60 مينتس. يبقى an hour equals 60 minutes والminute equals 60 seconds. دول حاجات مهمة جدا عايزين نحفظها. Half an hour نص الـ hour فيها 30 minutes. Quarter hour اللي هي ربع الساعة فيها 15 minutes. طب half دي ممكن تجيلك مكتوبة كده half وquarter ممكن تبقى كده. طيب الـ day في كم hour؟ 24. And the week equals 7 days. طب حلوة قوي. نيجي للكلوك نفسها. الكلوك من أول 1 لحد 12. وبتوين كل hour and hour عندي هنا 5 minutes. باللونج هاند طبعا. لو اللونج هاند مثلا واقف على 2. والشورت هاند واقف على 8. يبقى what is the time now؟ هقرأ الشورت هاند الأول. هيبقى 8 hours and how many minutes? 10 minutes. زي table 5 بالضبط. 1, 5, 2, 10, 3, 15 and so on. كأنك بتعمل كل number by 5. 1 by 5, 5, 2 by 5, 10, 3 by 5, 15. لحد 55 minutes وال 60 مش بكتبها. بكتبها 0, 0. اللي هي exactly الساعة دلوقتي exactly مثلا 8. هيبقى اللونج هاند على 12 والشورت هاند على 8. طيب let's answer the questions together. Activity 1. Let's tell the time here. Where is the short hand? On 9. And the long hand on 1. So how many minutes here? 5. يبقى الساعة دلوقتي 9 and 5 minutes. طيب what is the time here? Focus. The short hand between 7 and 6. هو مش على 7 بالضبط ومش على 6. هناخد اللي قبله. لما يبقى الشورت هاند ما بين رقمين ناخد اللي قبله. يبقى الاورز دلوقتي 6. And how many minutes؟ تعالوا نشوفها من الاول عشان ما نتلخبطش. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35, 40, 45, 50. So the time now is 6:50. عشان كده الشورت هاند قريب من 7 لأن فاضل خلاص 10 minutes وتبقى 7. طيب the next one, the short hand on 11 and the long hand on 12. طب 12 هكتب 60؟ لا, it's 11 o'clock, exactly 11. طيب now the short hand on 12 and the long hand is on 4. طيب تعالوا نشوف من الأول. 5, 10, 15, 20. So the time now is 12 and 20 minutes. طيب activity 2. مهمة قوي قوي الquestion بتاع activity 2 ده. بيجيب لي hours وعايز نخليها minutes وdays وخليها hours, weeks وخليها day. طب احنا اتفقنا في الليسنز اللي قبل كده لما احب اعمل convert من الكبير للصغير بعمل ايه؟ باي. طب حلو قوي. طب هنا في الليسن ده لازم ابقى عارفه الاور فيها كام مينت عشان اعرف اعمل باي كام. هي الاور فيها 60 مينتس يبقى باي 60. يبقى 60 باي كام؟ باي 5. 60 باي 5 is 0 هينزل بره و 5 باي 6 equals 30. يبقى الانسر بتاعتي 300 minutes. يبقى عندي ال 5 hours فيهم كم minutes؟ 300 minutes. اللي بعدها برضو من hours ال minutes يبقى by ايه؟ by 60. هعمل هنا 60 by 4 او 4 by 60. الاثنين صح. لما الاقي 0 في الملتبلاي انزله بعد كده اعمل 6 by 4 عادي. 4 by 6 equals 24. نكتب هنا 240. طيب يبقى الليسن ده عشان نعرف نحله كويس لازم نراجع التابلز especially table 6 and table 7.
التابلز كلها نراجعها، بس نركز بالذات على تابل 6 وتابل 7 عشان 60 minutes وال 7 days بتوع الويك. فهنعمل كتير multiply by 60 و multiply by 7. طيب عندي 2 days فيهم كم hour؟ هو ال day فيه كم hour؟ 24. يبقى 24 by 2. 2 by 4 ناخد بالونس الأول. كل حاجة بنبتدي بالونس، في الأديشن بنبتدي بالونس، في السبتراكشن الماينس بنبتدي بالونس، برضو في الباي هنعمل 2 by 4 الونس الأول equals 8، بعد كده 2 by 2 equals 4. So the answer is 48 hours. عندي بعد كده 4 weeks equals how many day؟ نشوف الأول الويك في كم day؟ 7 days. يبقى هنعمل by 8 by 7. عندي هنا 7 by 4 equals 4D 28 days. طيب السؤال اللي بعده ده نوع تاني من الquestions، بيجيب لي hours وminutes وعايزني أخليها minutes. طب هو مين هنا المختلف؟ عندي ده minutes، مش هاجي جنبه ده minutes، يبقى أغير ال hours ال minutes، أشوف مين المختلف وخليه زي إخواته التانيين. 3 hours عايز أخليها minutes، يبقى أعملها by كام؟ by 60. يبقى أعمل أول 3 by 60 equals 0 ينزل 3 by 6 18، يبقى نكتب هنا 118. أنا خلصت كده؟ لأ، ده بيقولي 3 hours and 20 minutes، يبقى and يعني plus 20 minutes. 0 هنعمل هنا plus عادي خالص، ال once مع ال once 0 و 2 و 8 10 0 carry up 1 1 and 1 2. يبقى الانسر كلها 200 minutes. هي دي الفاينل انسر. بنعمل convert ده نخليه بالminutes، وبعدين نعمل الminutes plus الminutes. طب بعديها 2 minutes and 50 seconds equal how many seconds؟ هنغير هنا مين المختلف ده، هنحول من minutes ل seconds. طب عشان اعمل من minutes ل seconds هعمل by كام؟ المينت فيها 60 سكند، يبقى 2 by 60 equals 120. طيب 120 plus 50 equals 0 plus 0 is 0 5 and 2 7 will 1 plus nothing is 1. يبقى كلهم على بعض 170. ما تنسوش نعمل plus للرقم التاني. يبقى بالأول بنعمل by عشان نعمل convert وبعد كده plus. 4 days and 10 hours equals how many hours؟ طب هنا عايزين نحول ال days ل hours، تعالوا على جنب كده أحسن واعملوا 24 عشان ال day فيه 24 hour by 4. 4 by 4 16 6 carry up 1، بخلي carry up على جنب شوية كأنه مش موجود. بعد كده أعمل 4 by 2 equals 8 plus ال 1 equals 9. جبت ده طلعوا 96 hours. خلصت؟ لأ، في and 10. يبقى plus 10 equals 1 0 plus 6 equals 6 1 and 9 10. يبقى التوتل 106 hours. اللي بعده نفس الكلام، weeks و days و day، مفروض دي days. طيب هغير مين؟ الweeks طبعا. الweek فيه how many day؟ 7. يبقى 7 by 3 واللي يطلع plus 2. 7 by 3 is 21 plus 2 equals 23 days. طيب 2 hours and 30 minutes equal how many minutes؟ هنغير المختلف ال hours. 2 hours يبقى 2 by 60، ال hour فيها 60 minutes equals 120. 120 plus 30 equals 150 minutes. ليه plus؟ ما هو دول بقوا 120 minutes ودول 30 minutes. ينفع اعملهم plus؟ اه طبعا، لان هما نفس الحاجة. هو عايزني اعملهم plus، بيقول لي and. and هنا معناها plus. ماشي يا حبايبي. السؤال اللي بعده سهل خالص، ما فيهوش حاجة. choose، هنختار من هنا الصح لهنا. تعالوا نشوف اول واحدة دي. What is the time here؟ It's 9 and
5. Where is year 9 and 5? Question. Answer B. نكتبها هنا قدامها. طيب. What is the time here? The short hand between 12 and 1. هاخد مين ال 12 ولا ال 1؟ ال 12 اللي قبلها. يبقى ال time here 12 and 5. 10, 15, 20, 25. 12 and 25. Which is answer A. خدنا دي كمان. طيب هنا. It's between 11 and 12. هاخد ال 11. 11 and 15 minutes. Here is the answer. And here is 8. And what are the minutes here? 20 minutes. طيب اللي بعدها. Put true at the correct statement and false at the incorrect statement. The time here is 7 and 20 minutes. الساعة هنا 7:20. Oh, true. يبقى نكتب T. طيب. 6 hours and 20 minutes is 380 minutes. ما ينفعش نحلها كده. لازم نحسبها. 6 by 60. عشان أحول من hours لminutes. هتطلع إيه 0. 6 by 6 is 36. طب خلصت لأ. Plus 20 equals 380. يبقى هو كلامه صح. يبقى true. The time here is 1 and 10. تعال شوف كده. هو الشورت هاند على 1؟ لا. ده اللونج هاند اللي على 1. يبقى دي false. بس وده الهومورك نحله. وخلص كده الدرس ده.